النساء إلى أزيد من 30%، وذلك أن أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لكل البرامج الاجتماعية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل ورشاً مجتمعياً مؤسساً للدولة الاجتماعية يحظى بمتابعة واهتمام خاص لصاحب الجلالة نصره الله، ويفرض علينا جميعاً ألا نستحضر سوى المصلحة العامة لتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات وتحقيق كرامتهم. وبدرت الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها إلى الأجراء السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها على مشاريع مراسم تطبيقية للقوانين بما فيهم نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، وهو ما سيمكن 3,400,000 مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، المقاولين الذاتيين، الأطباء، الصيادلة، المرشدين السياحيين، المنطقين، قابلات ومزاولي بعض المهن شبه الطبية الذي سيتمكنون من الاستفادة من التأمين ابتداء من شهر يناير المقبل. على وعلى ذلك أحدثنا لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم إلى جانب لجنة تقنية يعهد إليها الإصراع في تنفيذ هذا الورش، ونشتغل داخل هذه اللجان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء وخاصة الفلاحين وباقي الصناع التقليديين ومهني النقل وأصحاب المهن الحرة من الاستفادة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أقرب الآجال. كما يتضمن مخطط العمل لسنة 2022 التزاماً بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حالياً لنظام ديال الرميد من التوفر على تأمين على المرض يمكنهم من الولوج عفواً إلى القطاعين العام والخاص وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص. وخلال سنة 2023-2024 ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكر، ثم سنباشر سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية كترتكز على 4 ديال المبادئ: تتمين الموارد البشرية بكل فئاتها، تأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية، إحداث مجموعات صحية جهوية مع مؤسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مراكز الصحة الأولية والإحداث التدريجي لنظام طب الأسرة. رابعاً، إحداث بطاقة صحية ذكية لكل مواطن مغربي تحد من الإنفاق المباشر للمرضى خصوصاً ذوي الدخل المحدود على الخدمات الصحية، وتمكن من التتبع دقيق للمصادر لكل مريض. وقد خصصت الحكومة في إطار المشروع القانوني المالية للسنة 22 ميزانية تقدر بستر مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2.7 مليار ديال الدرهم، أي 64% مقارنة مع سنة 2021. وغتمحور أهم المشاريع اللي غادي يتم الإنزال ديالها: أولاً، إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا التي ستخصص له هذه السنة 1,100,000,000 ديال الدرهم، تأهيل 1,500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية
باعتمادات تقدر ب 500 مليون ديال الدرهم. مواصلة بناء وتأهيل 30 مركز استشفائي جهوي وإقليمي من خلال رصد 600 مليون ديال الذهب إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار ديال الدرهم. ووفق نفس المنظور يحظى إصلاح المنظومة التعليمية بأهمية قصوى في مسار إرساء الدولة أسس الدولة الاجتماعية، واستنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا الالتزامات ديالنا في البرنامج الحكومي القاضية بوضع مصلحة التلميذ وجودة تعليمه في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم وتعزيزا لكفاءة الأساتذة. تشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، وكخطوة أولى في أفق إحداث كليات خاصة لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين على البكالوريا. قامت الحكومة هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءتهم باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي. وسيتم تفعيل هذا التوجه من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين والتي وصد لها غلاف مالي يقدر ب 500 مليون ديال الدرهم برسم سنة 2022، كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها. وإجمالا تم تخصيص حوالي 77 مليار ديال الدرهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية ديال 22، زيادة ديال 5 مليار ديال الدرهم مقارنة مع السنة الماضية، مع إحداث 18144 منصب مالي. وفي هذا الإطار تم الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع ديال التعليم ب 40%، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: 1.9 مليار مليون ديال الدرهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذلك تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة التمدرس بالتعليم الأولي في أفق 2028. 2.3 مليار ديال الدرهم لتعزيز العرض المدرسي لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس يعني الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الماضية. 2.6 مليار ديال الدرهم لتأهيل البنية التحتية والتجهيزات ديال المدرسة، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك. حضرة السيدة والسادة، كل هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد بأننا ماضون بكل ثبات في طريق تحقيق التزامنا في البرنامج الحكومي ببناء أسس الدولة الاجتماعية. فقد خصصنا ما يفوق 40% من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة، وما يناهز 54% من مجموع المناصب المالية المحدثة. ومن جانب آخر، لأن الالتزام بتفعيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وطويلة الأمد لا يجب أن يثنينا عن التفاعل مع التطورات الظرفية تلبية لحاجيات المواطن المستعجلة، وأمام موجة ارتفاع الأسعار، أسعار بعض المواد التي شهدتها بلادنا منذ شهر أبريل 2021 على غرار باقي دول العالم بسبب آثار الجائحة، فقد سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، وإلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى. فإلى جانب صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعار المواد المدعمة المتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان وأسعار السوق الدولية، قامت الحكومة كذلك بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار
جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني. إلى جانب ذلك، حرصت الحكومة على التفاعل السريع مع خلال مشروع هذا القانون ديال 2003.5 والذين فقدوا عملهم نتيجة للأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة مؤقتة خلال سنتين في إطار برنامج أوراش الذي خصصنا له 2.25 مليار ديال الدرهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج الفرصة الذي تخصص له ميزانية ديال 1.25 مليار درهم اللي غادي تقيس تقريبا 50 ألف شاب مقاول. هذا دون أن ننسى توجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة. إضافة إلى ذلك، رصدت الحكومة 250 مليون درهم لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكر وتشجيع النساء على العمل. هذا إلى جانب تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج للخدمات الإدارية دون صعوبة في التواصل. كما أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقليص الفوارق المجالية، خصوصا عبر إيلاء الأهمية اللازمة لسكان العالم القروي من خلال صندوق ديال التنمية القروية والمناطق الجبلية التي تناهز الاعتمادات المبرمجة 2.25 مليار ديال الدرهم، تضاف إليها 2 مليار ديال الدرهم كاعتماد ديال التزام ديال كريدي دونكاجمون، وحوالي 4 مليار ديال الدرهم أخرى كرصيد اللي جاية من السنوات الماضية، ستمكن من تنزيل كل البرامج والمشاريع المبرمجة لتمكين هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية، ووعين منها بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية. فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل 5 ديال المحاور الرئيسية، كتمثل في إنعاش فوري الاقتصاد، وكذلك وضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء. ومن أجل تنفيذ هذه المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد، تعتمد الحكومة إجراءات محددة تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة من خلال المصاحبة والتموين وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تدليل العقبات التنظيمية والإدارية وخلق رجة تنافسية من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة. وفي هذا الإطار تلتزم الحكومة انطلاقا من السنة الجارية 2021 بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات ديال القطاع الخاص، حيث ابتداء من ديسمبر القادم وإن شاء الله قبل نهاية ديال أبريل المقبل من سنة 2022، غادي يتم الضخ ديال 13 مليار ديال الدرهم لأداء المستحقات ديال التيفيا باش تمكن المقاولات وخصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة، تكون عندها لا تريزوري ديالها من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في الدينامية ديال خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. كما تتجلى الالتزامات الحكومية الاجتماعية أيضا من خلال اعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا وبالتالي في إحداث مناصب الشغل وتعزيز التنافسية للاقتصاد وتحسين المناخ ديال جلب الاستثمار الأجنبي وبصفة عامة في صمود النسيج ديال الاقتصاد الوطني. قد شرعت الحكومة في تنفيذ العديد
من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله، ونذكر منها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تروم بروز جيل جديد من الفلاحين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023 التي تستهدف على الخصوص تعويض بعطلة المليار ديال الدهم من الواردات، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد والاجتماع والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا وخلق فرص شغل جديدة. هذا وبالفضل كذلك ديال إحداث ديال الصندوق محمد السادس للاستثمار، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار لسنة المقاولات العمومية ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز على الاستثمار. ومن هذا الصدد تعتزم الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إنعاش وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص الوطني والأجنبي، وتسخير كل الإمكانيات والتحفيزات الضريبية وغير الضريبية كذلك. حضرة السيدة والسادة، هذه الحكومة تطلع من خلال البرنامج الحكومي إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولأجل ذلك حددت أهدافاً واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة. هذه الحكومة التي لم يتجاوز عمرها 47 يوم منذ نيل ثقتكم، لم تدخل بعد في مرحلة توظيف إمكانيات القانون المالي لتنزيل المشاريع الاجتماعية، لكنها استثمرت هذه المرحلة الدستورية للتحضير القانوني والمؤسساتي لتصورها الاجتماعي وآلية التنفيذ الواضحة المحددة بأجندة زمنية، وفي انتظار المصادقة النهائية لمجلس البرلمان على مشروع القانون المالي واستكمال مساطر نشره لدخوله حيز التنفيذ، وضعت الحكومة حزمة من الإجراءات والقرارات لتسريع وتيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتظره المواطنين والمواطنات. لن تكون هذه الحكومة حكومة لتدبير الأمر الواقع، بل حكومة لإبداع الحلول. نحن متفائلون بأن برنامجنا المتكامل والمندمج اقتصادياً واجتماعياً سيمكننا من بلوغ ما اصطناه من أهداف على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى إحداث فرص الشغل للشباب. ونحن واعون بحجم التحديات والرهانات التي يطرحها تعزيز الدولة الاجتماعية، وحريصون كل الحرص على الانخراط إلى جانب كل القوى الحية ببلادنا من أجل المضي في إرساس أسسهما ولجعل المغرب قوة رائدة بفضل إمكانياته وقدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم تحت القيادة الحكيمة لصاحب جلالة. والسلام عليكم.